أما هلأ مشاهدينا من الحرف السورية يلي كانت موجودة اليوم بصباحنا، رح نروح للكتاب السوري. واليوم داخل أي بيت نور في مكتبة صغيرة فيها كتير من الكتب من الروايات باختلاف محتوياتها ومضامينها حسب اهتمامات الأشخاص فيها، يعني رغم كل الظروف اللي منمر فيها إلا أنه بيبقى للقراءة رونق خاص بأي وقت بأي مكان، باعتبارها مشاهدينا هي فضاء يعني واسع من المعارف والمعلومات والمهارات، وبتساهم ببناء فكر ثقافي معرفي. أكيد هايدي، ويمكن لنحكي عن أكثر عن أهمية الكتاب. في كثير من المؤسسات اليوم موجودة لدعم الكتاب، ومنها اتحاد الناشرين السوريين اللي مستمر رغم كل الظروف للمشاركة بجميع الفعاليات الثقافية. اليوم رح نحكي عن أهمية اتحاد الناشرين السوريين، ورح نحكي عن المؤتمر العلمي المقام في كلية الآداب والمشاركة فيه ب 2 و3 أيار القادم. لنحكي بشكل موسع أكثر معنا أستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. صباح خليني أقول دائما نحن منقول مفعم بحيوية ونشاط، حيوية القراء وحيوية أيضا الكتاب وحيوية المؤلفين، حيوية هذا التلاقي اللي دائما بيكون ما بين الكاتب والمؤلف ما بين الناشر. وحتى اليوم عم نشوف هذه الحيوية الإيجابية اللي بتساهم بدعم المجتمع ما بين اتحاد الناشرين السوريين من جهة واتحاد الكتاب العرب وجامعة دمشق ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يلي نحن اليوم عم نساهم بهذا المؤتمر الأول من نوعه حتى مو بس بسوريا. تمام، خلينا نوضح نحكي عن المؤتمر العلمي بشكل عام، عن تحضيراتكم له. هلا الأسباب الموجبة أول شيء لإقامة هذا المؤتمر، نحن الناشرين السوريين ومن يعمل في مجال الكتاب يوم 23 نيسان من كل عام نحتفل بيوم الكتاب العالمي. في سوريا سميناه يوم الكتاب السوري، نحتفل نحن وكل القراء والناشرين في العالم بهذا اليوم اللي هو ندعو فيه إلى زيادة في النهم القرائي، ندعو فيه إلى زيادة في التأليف وإلى التوجيه المجتمع إلى المعرفة والعلم. وهذه أيضا من مسؤوليات خليني أقول الجامعات عموما، وجامعة دمشق دائما اللي نحن بنعتز فيها هي دائما هدفها تساند المجتمع وتسعى إلى تأمين احتياجاته. كلية الآداب أيضا إلها هذا الدور الكبير في التوعية وفي التنمية وفي أيضا إيصال الأدباء السوريين الكبار اللي هن غزوا العالم بفكرهم وعلمهم ومحبتهم ومعرفتهم، هن أساس كلية الآداب في جامعة دمشق. هذه المؤسسات الكبرى اللي هي اتحاد الكتاب العرب، اتحاد الجمعيين الحرفيين، جامعة دمشق ممثلة بكلية الآداب، واتحاد الناشرين. عنه يعني موسعا عن هي التشاركية اليوم في المؤتمر العلمي، عم نحكي عن اتحاد الكتاب العرب، عم نحكي عن رئاسة الجامعة في كلية دمشق، عم نحكي عن اتحاد الناشرين الحرفيين. لما نقول أيام علمية ثقافية تراثية عم نحكي عن مزيج جدا مهم اليوم، وخصوصا لما نقول في حرم الجامعة، يعني هي صورة تصدر للأجيال. فهي نقطة كتير مهمة خلينا نحكي عنها، لأنه نعرف نحن قد ما حكينا عن أهمية الكتاب، اليوم في تراجع جدا كبير للقراءة بسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا، قديش هي غزت جميع مفاصل الحياة اليوم. هلأ شوفي، هذا التجمع وهذا الحوار اللي عم يصير هو لإلغاء هذه شو عدم القراءة. اليوم نحن وقت نسوي تحفيز شو بدنا نسوي؟ بدنا نجيب مين؟ بدنا نجيب هدول الكتاب يلي هن خلينا نقول نسميهم كتاب شباب، يلي هن طلاب الجامعة، يلي هن اليوم إن كان المتخرجين وإن كان اللي هن في طور الآن التخرج أو اللي هن عم يدرسوا الآن، هدول نحن بدنا نقول لهم المجتمع كلياته بحاجتكم، بحاجة لنشوف روائي، وهذا لازم نحن كناشرين ندعمه، ندعمه إن كان بمسابقة، ندعمه أيضا بإظهار مؤلفاته للقراء، ندعمه أيضا كمان بتحفيز
بعدة مسابقات ابتكارية لنوع مثلا أجمل قصة، أجمل رواية، أهم قصيدة شعر مثلا تصدر. هذا نحن بتصور هذا دور من أدوار يلي بدها تقوم فيها الجامعة بالتعاون طبعا مع اتحاد الكتاب والتعاون. يعني بنعرف احنا قديش مكلف اليوم نشر الكتاب ضمن المسابقات. بتلاقي وزارة الثقافة بتكون بمسابقات عديدة، بس اليوم في تكلفة، يعني دور كمان اتحاد الناشرين بتأمين هي القاعدة. صحيح القاعدة. يعني لجذب اليوم عملية القراءة. ونحن اليوم وقت نحن عم نقول نحن رحنا على المصدر الحقيقي للعلم، المصدر الحقيقي للمعرفة اللي هي الجامعة. اليوم وقت نحن عم نروح لهذا المكان وعم نعرض، على فكرة بدي أقول لك كمان نحن بدنا نساوي مو بس يوم، هن يومين اسمهم يومين لكن بنفس الوقت حنساوي معرض للكتاب. حيشارك فيه ناشرين، حيشارك فيه اتحاد الكتاب العرب، حنساوي معرض كمان للحرفيين، حنأرجيهم للطلاب الجامعة هذا الكتاب اللي هو له دور مو بس مهم، دور أساسي. طيب هون بدي أسألك، شو أنواع الكتب الموجودة اللي رح تكون؟ هلأ نحن حنغذي بالنسبة لإلنا وحتى لاتحاد الكتاب العرب حيكونوا أغلب الكتب العلمية. حنشوف الكتب روايات، حنشوف شيء له علاقة بالشعر، والأهم كمان هذا الحراك الثقافي. يعني إحنا عنا يومين من البحث العلمي، من محاضرات، من أهم الدكاترة، ومن أهم النقاد، ومن أهم أيضا خليني أسميهم علماء الأدب والموجودين واللغة الموجودين في كلية الآداب. هن حيكونوا أيضا مشاركين معنا. حنساوي حوارات مفتوحة بيننا وبين الطلاب، بيننا وبين أيضا المؤلفين. وأنا اسمحي لي أنا أقول لك الطلاب الجامعة اليوم خليني أسميهم المؤلفون الجدد اللي هن جايين القادمون. رح تتبنون ولا لا؟ رح تتبنون ولا لا؟ رح نتبنوه. هي نقطة مهمة، يعني حراك الثقافي فقط ليكون في حراك ثقافي. نحن أصلا هذا التعاون يلي بعتبره أنا أول مرة بيصير. ومشكورة جامعة دمشق على هذه الفكرة، مشكورة إدارة وعمادة كلية الآداب على هذا. يعني ما يخلص المؤتمر خلص دورنا، رح يكون أنا قصدي يكون في تبني يعني أكيد الجامعة مليئة المواهب الشابة، إن كان تأليف قراءة، تأليف كتب روائية أو شعر أو أي فينا نقول بحث علمي ممكن يتم تبنيه من قبل اتحاد الناشرين لاحتضانهم، لأنه بنعرف قديش اليوم موضوع مكلف ومتعب للطلاب وأهاليهم. نحن بالأساس نحن الهدف الأساسي والأسمى لهذا المؤتمر إيصال الكتاب للطلاب بسعر جيد. الأمر الثاني التبني الطلاب اللي هن يملكون إمكانيات كبيرة، يملكون مواهب جيدة لطباعة كتبهم وإنتاجاتهم. أنا حأجي لعندك في لقاء قادم حقلك تبنينا تبنينا الطالب كذا وكتابه كذا وطبع له، لأنه نحن اليوم هدفنا مثل هدف الجامعة اليوم الانخراط بهذا المجتمع، تقديم صورة إيجابية رغم الظروف الصعبة. صحيح. وأنا شايف على فكرة يعني إحنا الظروف الصعبة المساكين الطلاب وأهاليهم والدكاترة تبعاتهم وكل من يعمل في العملية التربوية والتعليمية. نحن اليوم أمام ظروف صعبة، لكن نحن مهمتنا كمان ناشرين أن نساعد هؤلاء ونقدم بشكل إيجابي للمجتمع. وبتصور هذا أهم بتصور خلاصة ممكن يقدمها هذا المؤتمر اللي سميناه يوم البحث العلمي اللي هنن بيومين باثنين وبثلاثة أيار. بتمنى الجمهور يتفاعل معنا. حتكون بواب الجامعة دمشق كلية الآداب مفتوحة لهذا الحوار. وحقلك حساوي على بنهاية هذا المؤتمر حنساوي حوار مع الطلاب، حنقول لهم شو استفدتوا، شو الإمكانيات المطلوبة، شو اللي بتكون إياه من الناشرين، شو بتكون إياه من أيضا من اتحاد الكتاب العرب، شو بتكون إياه لنحن نعزز لكم هذا المستقبل القادم. صحيح. لنحن نقدمكم بصورة إيجابية للمجتمع. هذه هي على فكرة مسؤولية هذا المؤتمر. وأنا بتمنى
وأنا ندائي الآن للطلاب وللجامعة وللكل أن يكون هذا المؤتمر اسمه الأول، يعني في ثاني وفي ثالث، وأن يكون سنوي وتكون ظاهرة إيجابية، لأنه نحن دائما أبناء الحضارة، نحن دمشق أبناء الحضارة، ونحن اليوم عم نقول جامعة دمشق، إذا عم نقول الشعاع العلم والمعرفة يلي بيقدم الكل للكل، ونحن نسعى لتطبيق هذه المعرفة وهذا التطور الإيجابي لكل طلابنا من خلال جامعة دمشق. أكيد، يعني بما أنه حضرتك عم تحكي عم تركز كتير على فئة الطلاب بشكل خاص، يمكن اليوم فعلا المناهج الدراسية هي مو كافية لثقل معرفة وثقافة هدول الطلاب، قدمهم هدول إلى جانب المناهج في كتب، كتب أساسية ممكن يتعلموا طبعاً منها أكثر. طبعا هلأ هو الكتاب، وأنتوا عم تشجعوا لها اليوم لجانب الدراسة، الكتاب اللي هو الغير اللي بعيد عن المناهج هو كتاب تحفيزي، كتاب معرفي، كتاب بيقدم القراءة بصورتها الإيجابية وبيقدم المعرفة كمان بصورتها الإيجابية، وهو كمان بيطور وبيسقل من مهارة الطلاب. دائما أنا بقول نحن لازم ما نعتمد فقط على المناهج إن كان الجامعية أو المناهج المدرسية، لأنه نحن عمليا كتبنا هي كتب التنويرية تثقيفية تسعى إلى تطوير هذا المجتمع وتطويره علميا ثقافيا أدبيا من خلال دائما منقول القراءة. القراءة منقول دائما هي الحامل الأساسي لبناء المجتمع، واليوم بناء المجتمع مساهم معنا في جامعة دمشق، وهذه بدي أكد أنه هي ظاهرة جديدة، حتى جديدة على مهنتنا، يعني جديدة أن يكون هذا التلاقي ما بين جامعة دمشق، هذا بيأكد على هذه الرؤية الكبيرة اللي عند جامعة دمشق، وعم تحاول أيضا خليني أسمي لك إياها تبحث عن فرص عمل إبداعية جديدة لطلابها القادمين للمجتمع. مشكورين أكيد على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، ولرئاسة الجامعة ولاتحاد كتاب العرب ولجميع المشاركين في المؤتمر العلمي. رح يكون لنا وقفة أخرى بعد انتهاء المؤتمر لنحكي عن نتائج المؤتمر، ولنحكي فعليا هل تم تبني مواهب شابة ولا لا، وقديش مهم استمرار هيدا المؤتمر. شكرا كثير لك. الله، وأنا بشكرك. وبدال هل تم تبني، خلينا نقول كم عدد الذين تبنيتهم. شكرا كثير لك. شكرا بدنا نشكرك كثير.